الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دام على دائم الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم آمين رب العالمين. نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسها مراجع الدين العظام والمؤمنين والمؤمنات، ونعزي صاحب المصاب إمامنا محمد المهدي ابن الحسن العسكري بهذه الفاجعة التي صدعت قلوب الأئمة وقلوب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وقلوب شيعة أمير المؤمنين، ألا وهي فاجعة تهديم قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي أقدم عليها من لا حرج له في الدين. طبعا لا بد لنا من أن نبين بأن ما يتعلق بقبور الأئمة، هذه القبور لا بد لها أن تقدس، ولا بد لها أن توضع في المكان الذي يجب أن يوضع فيه من جهة الاحترام ومن جهة العناية. ولا شك ولا ريب شكلت يعني ما يرتبط بالقبور، قبور الأئمة، قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الأحد عشر وقبر الزهراء على مختلف الروايات، شكلت ركيزة أساسية بعقادنا، عقاد أتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى أن الشيخ المظفر رضوان الله عليه في كتابه عقاد الإمامية في موضوع الزيارة يقول: أقرب القربات، نحن أتباع مذهب أهل البيت لدينا أقرب القربات إلى الله بعد الواجبات زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا لا بد لنا في بداية هذه الحلقة المباركة والمتعلقة بهذه المناسبة الأليمة والفاجعة الأليمة أن نبين ما هو الوجه الشرعي في زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الزيارة تعني الكون عند المزور، الزيارة تعني الكون عند المزور. طبعا لدينا أدلة كثيرة وعديدة، وهذه الأدلة حقيقة أدلة شرعية تجوز لنا شرعا أن نكون أن نزور قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وقبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندنا الآيات الشريفة من جملة الأدلة الشرعية التي نستدل بها من فيصل الأدلة ألا وهو القرآن، ونستشهد بالآية الشريفة التي تتعلق كما ذكرت وأستفدت قبل قليل بشرعية زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية أول آية طبعا بالاستدلال، الآية موجودة في سورة النساء الآية رقم 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم، هنا الشاهد طبعا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كيف نستدل بهذه الآية على شرعية عقيدتنا في زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الأحد عشر؟ هنا طبعا هذا جزء الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يظلم نفسه كأنه يسير بالطريق أو الطريق الذي لا يصله إلى رضا الله سبحانه وتعالى، يعني ظلم، أوقع الظلم على نفسه. باعتبارهم علماء الأخلاق عددون هناك أنواع عديدة من الظلم، وكما أسفت قبل قليل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك وصف الشرك بأنه ظلم عظيم، لأن المشركين وضعوا الشرك موضع التوحيد،
وضع الشرك موضع التوحيد. فهنا الآية الشريفة المولى الجليل يخاطب النبي الأكرم بهذا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أي ساروا في الطريق الغير مرضي من الله سبحانه وتعالى، أي ارتكب الذنوب أو وقع الظلم على أنفسهم، جاءوك فاستغفروا الله. جاءوك هنا كاف تعود، كاف الخطاب تعود إلى شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، جاءوك فاستغفروا الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هنا أقف نتأمل بهذه الآية الشريفة. مفسرون الأجلاء رضوان الله عليهم، رضوان الله على الماضين والله يقدس أنفاس المعاصين، يقول هنا المجيء إلى أو الكون عند النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقط في حياة النبي أم في حياتي وبعد حياته، يعني في مماته في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، باعتبار الآية تحدث عن المجيء. فالمجيء مقصود به فقط في حياة النبي عندما كان على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم، أم في حياته وبعد حياته؟ نقول لا، الآية الشريفة واضحة توجه الخطاب إلى الذين ظلموا أنفسهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أي المجيء في حياة النبي وبعد حياة النبي. بعد حياة النبي أين نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم موجود؟ موجود في قبره الشريف في المدينة المنورة، زاد الله نورا بوجوده المبارك. طبعا هذه واحدة من الآيات التي نستدل بها على شرعية وجوازية زيارة قبر النبي الأكرم محمد، نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وقبور أئمة أهل بيت أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام الأحد عشر. أعيد عفوا نص الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هنا التركيز: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. فإذا الكون عند النبي الأكرم، الدعوة الإلهية الكون عند النبي الأكرم ليس فقط في حياته صلى الله عليه وسلم، إنما في حياته وبعد حياته، أي في قبره الشريف. هذه طبعا الآية الشريفة في سورة النساء، ورقمها الرقم الآية رقم 64. الآية الثانية التي نستدل بها على جوازية زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وقبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآية الثانية في سورة التوبة. نص الآية الشريفة، الخطاب موجه إلى النبي الأكرم، إلى نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا رقم الآية 84، أكرر سورة التوبة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طبعا أجواء سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، حتى أنها ابتدأت لم تبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأت بالآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالآية نسبة الآيات الغالبة في سورة التوبة تتحدث عن المشركين وعن المنافقين. هنا الشاهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخطاب موجه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الآية رقم 84، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. من قبل الله سبحانه وتعالى توجيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم نهي أن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، منهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المولى الجليل ينهى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من القيام على قبور الكافرين والفاسقين. هذه الآية فيها استبطان، ماذا استبطان؟ ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني يا رسول الله لا تقم على قبور الكافرين والفاسقين. استبطان هذه الآية: لك يا رسول الله أن تقوم على قبور المؤمنين، لك يا رسول الله أن تقوم على قبور المؤمنين. وهذا طبعا الآية واضحة جدا، وما لا تستبطن فيما يتعلق بالقيام على قبور المؤمنين قبل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يرزقنا
زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وقبور الأمة وفي الحياة الدنيا ولننال شفاعة في الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.